أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ما يقام من دورات في التفكير والعقل وتنميته من التدخل فيما هو من شأن الله جل وعلا؟ هذه ما أعرفها، ما أدري عنها، وش اسمها هي؟ دورات لتنمية العقل والتفكير، ما أدري، أو العصبية، ما أدري شو يسمونها. لا غيرها يا شيخ، البرمجة العصبية شيء آخر. البرمجة العصبية، هو خسر أنه يقصد هذا، هذا ما أدري عنه، ولا يتمادى الإنسان مع هذه الأشياء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.